شوفوا الحجرة، شوفوا هاد السيد جا كيحيد لينا بوحدي 360 جردة في الفيدا. شوفوا واش كيوقع لواحد الدار ديال الوراثة، شوفوا واش كيوقع ليها. شوفوا شوفوا السلام عليكم ورحمة الله، معكم محمد الشعبي، مهاجر خارج الديار الهولندية. كنت سكن في الفيدا درب السلطان، صبحت كنعاني من واحد المشكل مع واحد الخراز اللي على الشمال ديال الدار ديالي انايا. ما عرفتش غادي نقول لكم، اللي كيستعمل واحد المادة خطيرة، هي مادة ديال الكولا، اللي عندي بنيات متضررات ازماتيك، يعني الربو حاد كل خطرة كيجي مكريس كنهزهم كنديهم، عندي وثائق ما يتبتات شي شواهد طبية. إذا بيا تكلمت مع هذا السيد هذا بدا كيجبد لي شي أمور ما فهمتش أنا ديالاش. المهم السيد كيجي نهار كامل هو خدام، كما كنقولوا حنا باللغة العامية، ما على بالو حتى شي حاجة، تهضر معاه كيقول لك جري طوالك. واحد الوقيتة كتدور الدورية هنايا، الدورية ديال القائد وديال البوليس، ضبطوه القاو مخالف القانون، حرف حق ديالو مخالفة. المهم من بعد السيد مازال بقى غادي في داكشي الخدمة الكولا ما على بالوش. كان كيستغل عندي واحد البلاصة هنا قدام الدار اللي كانت كيخدم في هاد الكولا وكيخدم في هاد الشيء هذا. واحد النهار جيت انا من برا، كنجي كنلقى الدار ولات حشاك بحال الزبالة قدام الباب، اللي ما عنده ما يدير كيجي ينعس تماك، المتشردين كينعسوا تما، الزبل كيتلاح تماك. إذا بيا أنا ينط درت واحد الطلب، لا كان يوم المهاجرين ديال المغاربة، كنا في العمالة أنا والعائلة ديالي اللي هما كلهم برا، منهم الوالدة ومنهم الوالد، طلبنا باش نصوبوا هاد البليصة هادي. نباني واحد السيد قال لي خصك تمشي للجماعة، مشيت للجماعة طلبتهم، قال لي خصك دير طلب. درت هاد الطلب هذا، هويا درت هاد الطلب، هو الطلب على نقطة خضراء، طبعوا لي قالوا لي واخا واحد شوية، وما يقولوا لي الطلب هذا ما الطلب هذا غادي نضرو فيه. واحد النهار وانا نمشي عند واحد السيدة كيقولوا لها، المهم السيدة تماك مهندسة، مشيت عندك قلت لها ودي كاين، جا عندي الكاميو هنا كيشوف، قال لي هادي راه غير بليصه صغيره، يعني ماشي شي حاجه كثيره، ما تستاهلش بنا غنجيبو الكاميو غنجيبو الشجار وغادي نجيبو وتخدم على راسك انت. قلت له واخا الله يجازيك بخير. رجعت عند السيده ردت لي الجواب، قالت لي واشوف مع القيد. جيت انا عند السيد القيد دويت معاه، قال لي اش بغيتي دير، صورت ليه البلاصه شافها، قال لي اش هاد البركاسه هادي، قلت له ودي راه هادشي اللي طلع، راه هادشي اللي باغي نصوب انايا. صوبناه، درنا فيها شجيرات انا والاخت ديالي اللي برا، والدار كانت الاخت هي اللي خدمت كاع هادشي، هي اللي صوبت هي اللي قادت هي، ما بقيت انا متبع. صوبنا درنا انجار دا موبيل، حاجه اللي طلب مني السيد القايد قال لي ودي ما تبنيش. انا درت معاه التزام، قلت له ودي راه لا بنيت الا لقيتي ضاله ولا لقيتي حيوط ولا شي حاجه بالبيطون، يعني فوزافي لو دروا باش تحيد. داز القايد الاول، داز القايد الثاني، داز القايد الثالث، داز الاولى، داز العمال، كان مشيو داك اليوم ديال المغاربه المقيمين الخارج ديال اللي كيديروا داك النهار ديال كان حضروا، يعني الامور غدا بخير وعلى خير. الساعه اللي نتضعيت هذا السيد هذا اللي حدايا هنايا الخراز هذا ناض، جمع لي واحد الكيب، انا بعداك ما كنعرفوش، كاينه بعداك دار واحد انا كنعرف فيها شي 24 نفر. ها الورقه كاينه الاولى، ها هي ها التذكير، ها التذكير الثاني، ها السيد القائد، هبجت الشرطه الاداريه جاوا لهنا داروا معاينه عندي، قال لي راه عندهم واحد الكلب، عنده دجاج، عنده كاع حنا كنعرفوا برا ولا في المغرب هي بلاصه الناس دابا الاخرين كل واحد يدير كليب عندنا، هذاك الكليب صفها ليه هو، كيقول لك هذا الكلب انا كيضرني. نضنا واحد الصباح انا مشيت غادي خارج غادي نقضي واحد الغاره، تعيطت لي المراه قالت لي الكليب راه ميت، جيت لقيته بينا وميت، زين هذاك الكليب حيدناه. قبل كان كيقول لي راه عنده جاو، واش كيقولوا لي جاو الشرطه الاداريه وجاو الناس ديال الجامعه داروا معاينه ما لقاو حتى شي حاجه، عيطوا لي هو داروا مع المعاينه، ما عنده حاشاك لا طواليت كيبولوا كيدير لي تحت الجرده.
كيزبر كيدير ليا تحت الجردق، المدفاة ما كايناش، الطواليت ما كايناش، المصالح الشرب ما كاينش، عنده بوطه وعنده سداري، بوطه وسداري اللي كاينين الفوق، والكولا ما نقولش لك، ومين تهضر ما كيخرج كيغوت، وا عباد الله ورا هادي ورا ديال سوريا ورا باغي يجري لي، باغي انا بغيت نجري لي ولا حتى شي حاجه. انا كندوي معاه على الضرار اللي لحقني انا والوليدات ديالي. انا تفاجات واحد النهار وعيط لي السيد القيد ويقول لي لا قبل بعداك، عيط لي مشيت عندو دويت انا وياه. بون هذيك الجرده يعني قديمه ما عندوش هو ما عنده تم دخل، قال لك انا ما عندي تم دخل، هذه قديمه هذاك الشيء بعيد عليا يعني. قلت له شنو هو المطلوب مني؟ قال لي وداك داك السياج راه شفت شي حاجه ماشي حاجه، داك السياج حيدو الله يجازيك بخير. قلت له واخا ما كاين تم، قلت له هو الضري كاين، قال لي هذا هو اللي كاين. قلت له واخا باش بغيتي نحيد السياج، اعطاني وريقات ها هما، ها الاولى وها الثانيه. اش كيقول؟ اسمح لي واحد الدقيقه الله يرحم الوالدين. والذي اجزاء صغار تلي اقامه سياج حديدي فوق ملك العموم قديم العهد بدون ترخيص. واخا وحتى هنا قالك سياج حديدي قديم، ها هو السياج حنا حيدناه، ولكن الجرده شناهي اللي دارت؟ الملك اش قال؟ المغرب الاخضر نادى بالتزيين بالنخل، الدنيا خصها تكون نقيه، يعني الشجر ما دار لي حتى شي حاجه، قلع الشجر وقلع الارض وقلع كل شيء، كما كيقول الخراج سابقا قال لك اليمن، راه اليمن هي اللي داروا لي انا يعني. الحاله قدام الباب انت غادي تشوفها، ولادي مضرين الا خرجوا الدريات كيسمعوا الهضره القبيحه الساقطه من الام ديال شي وحدين كانوا كيجيو يبركوا معاه هنا. اللي عندي مع نزاع عرفتي فين؟ كتكون قالك في الزنقه جوج والدار بينه وبين سبعه ولا ثمانيه ديال الديور هي اللي دخلت معاه. علاش؟ ما عرفتش انا، واش ولادها كانوا الساعه اللي كانت تضبط هو ولا الله اعلم، انا ما عرفتش. انا شوف انا المشكل اللي عندي، انا عندي مع السلطات، عندي انا عندي مع القيد، انا عندي مع القيد، هو اللي جا هدم ليا، انا ما جاوني البوليس لا هدموا ليا ولا دراك ولا بومبيه ولا، انا عندي معاه هو، ما جاب ليا قرار هدم من المحكمه، شي سند اللي هو قانوني، جاب لي ورقات من عنده هو، عنده هو. ونزيدك واحد القضية، انا ماشي الوحيد على الصعيد ديال الفداء درب السلطان مصوب نقطه خضراء، كاينين الناس، حيت واحد القضيه خصيفه من الجميع. هاد الزنقه هادي اللي بغى الفانيد، اللي بغى الحشيش، اللي بغى المعجون، اللي بغى شي، انا كتعج من ولاو كيد ما غادي ما بغيتش نرجع انا شي فيديوهات قدام. المهم هنا كتعج بهاد المصائب هادي، وهي هما كيعرفوا هادشي، هما كيعرفوا هادشي. انا ما عرفتش انا لقيت كيفاش على الجريب ليا انا بدون عباد الله. هي حلفت تحية الجرده، وانا احتراماتي للشواج ديال المحاكم وديال العملات وديال المقاطعات، ناس اوفياء، ناس محترمون. اذا بواحد كيخدم بحكمه استئناف كيدير شاوش كيستشروا معاه، هو في اليمين ديالي كيستشروا معاه كيوريهم. ونهار حيت السياج انا كيهضر في التليفون هنا راه عندي مسجل، كيقول لي ماذا تواطؤ خص الجرده تحيد، انا بغيت نعرفه هو شكون هو، واش هو قائد ولا نائب القائد ولا في العماله ولا عنده شي سلطه، انا بغيت نعرف هذا السيد انا شكون هو. وشهر بيا وشهرت بيا هاد الام ديالهم الا بنياتي ديالي، ولاو كيقولوا لي بابا اشنا هو هاد المنزل ديال الدعارة، قال لك انا دير جرده مخبي كيدخلوا عندي عباد الله، عندي ثلاثه ديال البنيات الكبيره فيهم عندها 13 عام، تضربنا تسلخنا ديكلارينا مشينا لحد الساعه باقي ما كاين حتى شي حاجه، باقا دابا كتبورد علينا هي، قالت هي عندها، قالت انا غنوريك، وكتهددني بثلاثه الحوايج، قالت لي اما تخوي انت ولا تمشي للحبس ولا تموت، كتقال دابا. والبارح من حيدوا لي الجرده هنا عندي في الكاميرا ديالي دقه المراكشية 12 تاع الليل، خرجوا بناتي للحانوت السبان، دخلوا بالسبان مرضوا، كنكون ناس انا في البيت ديال الناس كيجيو بنياتي الكبيره عندها 13 عام، كتدخل بنت كتقول لي كنسمع شي واحد كيهضر، وليت انا كنخلي انا البليصه ديالي للبنيات ديالي. المدرسه ما بقوش قدروا يمشيو ليها، تروماتيزاو، ما تهضر معاهم تقول لي ديروا هذه، يقول لك لا حنا ما نفوتوش الباب. انا بغيت نعرف راسي انايا واش انا مغربي ولا ماشي مغربي، واش انا وليداتي عندهم حق في الخروج ونكونوا واحد الراحه تامه كايها المغاربه، ولا ما عرفتش، ولا واقيلا غادي نجمع وليداتي وغادي نرجع منين جيت، غادي نمشي عند خواتاتي ونريح. دابا هولندا كترعد، التليفون ما سكتش عندي اليوم،
الوداد هي كيغوت وكيقول لي شنو صيفط لهم قلت لهم انا شنو اللي كاين حيت هذه دار ديال الوراثه ماشي ديالي انا بوحدي اللي الناس اللي لما لي الحق راه ما دابا ولاو مضرورين دابا برا كلشي كيدوي كلشي كيغوت. انا بغيت غير نقول واحد الكلمه اخيره الناس اللي كيسمعوني طبق عليا انا السيد القائد هذا الهدم انا مغربي احنا في دوله مغربيه الحمد لله يطبق على كل شيء احنا كنا مغاربه كنا سواسيه امام القانون ربطتي معايا انا هذا المحاسب وحاسبتيني وغتربط على الكل ما تحقرنيش انا وما تمحنيش وهدمتي لي قدام الدار اللي ماشي ديالي ديال الوراثه ثمانيه ديال الوراثه وكلهم دابا نايدين الله يجازيكم بخير داكشي اللي طرا ليا انا واللي حكم عليا بهذا السيد هو عارف السويدير هو العام قال لك انا كنعرف اش كندير داكشي اللي طبق عليه طبق على الجميع